نحن في آخر لمسات الاختتام النهائي للملف، وهذا العملية تاع اليوم إحياء ذكرى يعني تاع الألعاب. ممثلين الاتحادات الدولية كلهم شكروا الجزائر من السلطات العليا إلى كل الشعب الجزائري اللي كل ما تقدم لهم كإمكانيات لنجاح الألعاب. هذا المعرض نظمناه ذكرى سنوية لألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي أقيمت بوهران، وهذا خصيصا وتكريما لسكان مدينة وهران والشعب الجزائري بصفة عامة اللي شارك بقوة وشرف مدينة وهران والجزائر بصفة عامة على المستوى الدولي.